عند هذه النقطة دكتور، يعني الاستعداد، المختصون الآن أكدوا أن الكشف المبكر على أطفال التوحد سيساهم في حل أزمتهم، بالتالي كيف يمكن معرفة واكتشاف الحالة مبكرا دكتور؟ الاكتشاف دائما يكون تقريبا من سن الثانية من العمر، يعني على الرغم أن هناك بعض الدراسات توصي أيضا بالمتابعة واكتشاف هذا الاضطراب منذ الولادة يعني. ودائما التدخل المبكر يكون مفيد جدا ويعود بالفائدة والإيجابية على جميع مجالات الحياة. كلما كان هناك تدخل مبكر كلما كانت المشكلة أقل بإذن الله يعني. فكلما اكتشفنا هذا الاضطراب في وقت مبكر هذا سوف يخفف الأعباء الاقتصادية سواء على الأهالي، على المجتمع، على الجهات الرسمية، بعكس لما ننتظر حتى سن السادسة أو دخول المدرسة فهذا يزيد المعاناة. ونحن كمختصين في هذا المجال دائما نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك تعاون ما بين الجهات الرسمية وما بين المختصين في هذا المجال من أجل السيطرة على هذا الاضطراب وتقديم جميع سبل العلاج المناسبة.